لا افتخار إلا لمن لا يضام، مدرك أو محارب لا ينام. شرق الجو بالغبار إذا سار علي بن أحمد القمقام. لو حمى سيدا من الموت حام لحماك الإجلال والإعظام. هابك الليل، هابك الليل والنهار، فلو تنهاهما لم تجز بك الأيام. ضاق ذرعا بأن أضيق به ذرعا زماني، واستكرمتني الكرام. واقفا تحت أخمصي قدر نفسي، واقفا تحت أخمصي الأنام. العربية لغة غنية جدا، فيها شعراء معروفين، فيها كتاب معروفين، أشهرهم المتنبي. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، أشهر بيت المتنبي. الحرف العربي لساني، وسفير الحب لإخواني، وبه أخط السبع مثاني، وأرتل آي القرآن، وسلاما أبقى أنشره لأحيي القاسي والداني. الحرف العربي تجلى ممشوقا في أبهى حلة، بأنامل رسمت بالضاد أشكالا سبحان المولى. الحرف العربي فنون قد نسجت حرفا بالحرف، إبداع سحر ومتون، وقواعد نحو والصرف، وكلام عذب موزون نوليه قدرا في رهف. قد كانت مباراة جميلة بيننا وبين تونس، وكانت صعبة مع الدقائق الأخيرة. وكاع انا شي اشوفش انا نهضر بالدرجة، معليش بعد المفردات تعرفوا اللغة العربية؟ معليش نورمال شي نجوم في فيلم مشحاري وقحيلة هذيك الأعشاء. يا أختي روح ما نعرف الأعشاء. معنى كلمة الجب. جب بئر في غيابات الجب يلتقطه بعد السيارة. لا يا أختي نعرفها. أنا نبغي أبو الطيب المتنبي. الليل الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلمات من به صمم. أنا هذا البيتين أعشقهما عشقا. كنت أقرأ لكن الآن مع لا أتذكر العنوان، لكنه كتاب لكاتبة جزائرية اسمها برياح زهرة، هي صحفية في جريدة الجمهورية، لكن العنوان لا أتذكره. جاحد يعني اللي هو أديب عرف بالجاحد، يعني اللي عين تاعه كانت بروز العين. نعم. معنى كلمة الجب. 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 بئر. بئر. عدد الأحرف في اللغة العربية. 28. هذه نعطيك بعض المفردات في اللغة العربية، يعطيني المعنى تاعها. معنى كلمة فيافي. في صحاري مناطق واسعة. نوفمبر جل جلالك فينا، لست الذي بث فينا اليقينا، سبحنا على اللجج من ديمانا، ورحنا للنصر نسوق السفينة. تقري روايات عربية؟ أحيانا. آخر رواية قرأتيها؟ أنتي لي. أنتي لي ما؟ لا أعلم، أنا قرأتها فقط. كاتب لا أذكر. أعطيني أي شاعر تعرفيه أو كاتب أو كاتب. معروف الرصافي. آخر كتاب عربي قريته باللغة العربية. آخر كتاب قريت رواية في قلبي أنت عبرية. كتيبة نسيتها، هي تونسية نورمال. قريت الأحلام مستغالمي، قريت ذاكرة الجسد، قريت فاتتني صالة ماشي الأحلام مستغالمي. قريت بزاف روايات. من هو العربي الكاتب العربي الوحيد اللي تحصل على جائزة نوبل للأدب؟ أوكي نيته. أين نحن من العربية الفصحى؟ اللغة العربية غنية بمفرداتها، وهذا شغل مصطلحات وعرين نتاع الجاهلية. أيا روضة العشاق للمحضر الأعلى، عيدنا بوصلكم ورموا فينا وصلة. بل الأشعار العربية متأثر بالمتنبي. ها؟ ذو العقل يشقى في النعيم بعقله،
وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى ما لم يرقى من جوانبه الدم. تقرأ روايات باللغة العربية؟ ليس كثير، ليس كثيرا. أعطني أدب أدباء أو شعراء عرب تعرفهم؟ عندنا سيتو احنا الأدب العربي المعروف يعني على الأصعدة الأدبية. احنا من عندنا من الأدب المعاصر عندنا ميخائيل نعيمة، عندنا طه حسين. بيت شعري، بيت شعري أحفظه، بصح نسيت شكون الشاعر. ومسحت في حن بحنان مقنع على شعري كأم تنادي طفلها تعال إلى حجري. أعطني أسماء شعراء أو أدباء تعرفهم. عندنا أدباء كثيرون من العصر الجاهلي، عندنا من العصر الحديث، عندنا أحمد شوقي، عندنا الجاحظ، عندنا. أنا دراستي أدب فرنسي لكن قريت روايات عربية بيان سيغ، كي كنت نقرأ كليلة ودمنا كنت نقرأها ونقرأها لولادي ثاني. كليلتك العربية كيفاش؟ جيدة، ضعيفة، متوسطة ورايحة جيدة. عدد، أعطني عدد الحروف في اللغة العربية. 28 حرف. اسم شاعر أو أديب؟ نعرف غالب مياني ولا مفتي زكريا. أعطني الشعر حافظته لمفتي زكريا. قسما. قسما؟ قولي لي قسما. قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبلود اللامعات الخافقات في الجبال الشامقات الشاهقات، نحن ترنا في حياة الأوممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، فشهدوا فشهدوا فشهدوا.